إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسارعة هي من منازل الإيمان، بل هي من أرقى رتب الإيمان. السالك إلى الله عز وجل الذي انجذب قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، إذا حقت هذه الحقيقة بقلبه ونبض وجدانه بحب الله حقا وصدقا، لا يملك إلا أن يكون مسارعا، لا يستطيع إلا أن يكون مسابقا، لا يستطيع أبدا أن يكون بطيئا ولا متخلفا ولا من القواعد. إنه يجد نفسه دائما في أمام الركب، في طليعة الخير وفي مقدمة الصلاح والفلاح، يجد نفسه كذلك بلا تكلف ولا تحمل، بل يجد نفسه محمولا ليكون بالأمام، ليكون سابقا سباقا إلى الخيرات والصالحات. وقد قال المربون الأوائل: يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. وانتهاؤه محمولا إنما معناه أنه يكون من السابقين، يكون من المسارعين. والمقصود بقولهم حاملا أي أنه يبدأ في عبادته لله عز وجل حاملا التكاليف، يجد كلفة في أداء العبادات في بداية أمره. التائب إلى الله عز وجل إذ يتوب من الفساد والضياع والتيه، يجد أول الأمر وبدء الخير، يجد نوعا من الكلفة في الصلوات والتقى والصلاح وغير ذلك. بيان الأمر وتبسيطه: أن الإنسان الذي ألف الفساد مولف، واحد الإنسان مولف في الشرور والفساد ثم تاب إلى الله بعد ذلك، التوبة تقتضي منه أمرين: فعلا وتركا، لا قبل له بهما. غادي يولي مضطر من بعد ما يتوب أنه خصو يدير واحد الترك، هذا الترك هو ترك الفساد وترك المنكر وترك الشر، هو ما مولف شيء يتركه، فكأنه يحتاج إلى فطام. حل الدري الصغير بغي تفطمه كيوجد تعب، حل مثلا إنسان كان بلاه الله تعالى بالتدخين بالقرو واقتنع بأنه محرم وتاب إلى الله منه، فإنه يجد كلفة في تركه، يعني كيوجد واحد المشقة في الابتعاد عن التدخين، ولكن في البداية يبدأ حاملا. فترك المنكر الذي ألف الإنسان أن يفعله يجد منه مشقة بدء الترك، وكذلك الفعل. لما مولف شيء يصلي، ما مولف شيء يزكي، حينما يتوب إلى الله من تركه الخير ويقبل على الفعل أول ما يقبل يجد مشقة فيه. ما مولفش يصلي واحد الإنسان، يعني عايش همل لقن، يعني ما عنده أي انتظام في الحياة دياله، فإذا به يجد نفسه مضطرا للقيام لصلاة الفجر في وقت الفجر، وللوضوء وللاغتسال إن اقتضى الأمر، ويجد نفسه مضطرا لإجابة النداء للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وهكذا. بنادم اللي ما مولفش ينتظم مع الأوقات، لما يبغي يبدأ كيوجد رسوم محن في بداية الأمر بسبب اختلاف العادات وانقلاب الطبيعة لديه، كان تالف ما عنده الجم، فإذا به ينضبط انضباطا مستقيما مع الأوقات والصلوات. في البداية كيوجد كلفة، ومن ها هنا قال الفقهاء أو سمى الفقهاء المؤمن مكلفا. تكاليف الشريعة، تكاليف ما معنى تكاليف؟ يعني تقل من الكلفة، والإنسان المكلف يعني محمل مسؤولية. هذا من حيث الفقه. أما من حيث المعنى، فإن المؤمن إذا صار على الدرب وذاق طعم العبادة وحلاوة الإيمان من هذه التكاليف، يصلي اليوم ويصلي غدا ويصلي بعد غدا، غادي يبدأ يذوق الحلاوة ديال الصلاة، ويترك المنكر اليوم وغدا وبعد غد، فيجد حلاوة عجيبة من ترك المنكر، ويعجب لنفسه كيف كان منغمسا فيه قبل. بزاف ديال الناس نعرفهم كانوا مدخنين من قبل،
فحينما تركوا ذلك وجدوا صعوبة في البداية، ولكن دازت واحد المدة ولا هو يشم الرائحة ديال الدخان ديال القرو وتضيق نفسه، كيتعجب كيفاش هو كان في واحد الوقت يستلذ ويستحلي طعم الدخان. ما الذي حدث؟ صار محمولا من بعد ما كان حاملا، يعني لما ذاق الحلاوة ديال العبادة والحلاوة ديال التكاليف ولات هذه العبادات هي هزة من بعد ما كان هو هزها. ففي البداية الإنسان يحمل التكليف الشرعي على كتفيه حتى إذا رسخت قدمه في طريق الله انجذب قلبه إلى حب الله وبنور الله، فصار يجد للعبادة حلاوة، إنما يجد المشقة حقيقة حينما يتركها. بنادم لما يكون مواظب على صلاة الفجر واحد الصباح من قدر الله قد يقع صباح ناعس كينوض الدماغ ديالو خاسر، ما عجبوش الحال. علاش؟ لأن الراحة ديالو النفسية والروحية هي في الحضور والتواجد بالوقت. لو صلى الوقت لوجد حلاوته النهار كله، أما وإنه قد فاته الوقت فلا يجد في نفسه إلا ثقلا ولا يجد في نفسه إلا مشقة، كيولي محن. علاش؟ ما أداش التكليف في الوقت، كيشعر بالمحنة. وفي البداية كان كيشعر بالمحنة لما كان كيأدي التكليف في الوقت يجد له مشقة، فإذا ذاق حلاوته وجماله إنما يجد بعد ذلك المشقة في ترك الحق لا في فعل الحق. ولذلك قلت يبدأ كما قالوا، إنما هو قول المربين السابقين، يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. تحمل التكليف الشرعي في الأول، ثم يحملك التكليف، هو الذي يحمله، ثم يحملك التكليف بعد. حينما يصل المؤمن إلى هذه الدرجة يكون من المسابقين، يكون من المسارعين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما الفضل؟ الفضل في تلك الجنة التي أمرنا أن نسابق إليها. ومن يؤتاه؟ يؤتاه من شاء الله له الخير، أي من أخلصه الله إليه، من جذب قلبه إلى حبه، إنه من عبادنا المخلصين، صار مخلصا منجذبا بحب الله وبنور الله. المسابقة إذن رتبة عظيمة لا يستطيع المؤمن إلا أن يكون كذلك، يعني هذاك اللي تشوفه يسابق الخيرات ويسارع الصالحات راه ماشي الخطر، راه كيلقى راسو تما الخير هنالك ينادي، هل من فاعل خير؟ ما كيفيق الإنسان براسو حتى كيكون تما في الخير ويسبق الناس أجمعين. هذا النوع هذا قلت ماشي الخطر، هذا الذي يسابق يجد شيئا في قلبه يحمله إلى السبق. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا من أبواب كتاب الجهاد، قال فيه: باب هل يذهب الطليعة وحده. الطليعة هو المسابق، هو المسارع اللي كيسبق، وهو مصطلح عسكري في الجهاد الإسلامي في الفقه الإسلامي. طليعة هو ذاك الرأس ديال الجيش اللي كيكون قدام، جمعوا طلائع. كيتسأل الإمام البخاري هل يجوز للإنسان أن يخرج الطليعة واحد من الجيش ديال المسلمين ويمشي بوحده ويلوح راسه في الكفار؟ هذا اللي كيسميه دابا العمليات الاستشهادية في فلسطين وفي كل زمان. وترجم لذلك أحاديث، من بينها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واحد من التابعين، شاب من التابعين في معركة القسطنطينية الأولى قبل أن تفتح اللي هي اسطنبول الآن. واحد الشاب شاف جيش الروم عريض، خرجوا الروم واحد الصف مهول، جيش كبير مخيف، فصعب على المسلمين فتح القسطنطينية، ولم تفتح في ذلك الزمان حتى فتح على أتراك العثمانيون بعده. فواحد الشاب بلو هذا الصف اللي خلع الناس، اللي خلع هذا العدد ديال المسلمين القليل، بغى يطيح له القيمة دياله وبغى يشجع المعنويات ديال المسلمين باش يقول لهم هذا الكترة راها خاوية. فحمل على العدو وحده، ركب على الفرس دياله ومشى يجري حتى تلاح هو والعود دياله في وسط الجيش ديال الروم، فقتلوه طبعا
وقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة. فنادى أبو أيوب وكان جريحا تحت شجرة. أبو أيوب هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول ما نزلها، من اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول مرة مهاجر نزل في الدار ديال أبي أيوب الأنصاري، وكان من أكرم الأنصار. قال مهلا أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإني والله أعلم فيما نزلت، إنها نزلت فينا معشر الأنصار، نزلت في الأنصار، يعني كيقصد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الآية في البقرة، هذه الآية لما فتح الله مكة، من اللي تفتحت مكة وكان عام الوفود ودخل الناس في دين الله أفواجا، قالوا الأنصار دابا الأمن السلم، الإسلام غلب، الجزيرة العربية صارت تدين لله، إذن قالوا ننصرف إلى أموالنا وأحوالنا ونصلح زروعنا، لأنهما كانوا ناس ديال الفلاحة، الفلاحة الواحاتية في المدينة كما كانت وكما زالت إلى اليوم. فقالوا دابا انتهى العمل العسكري، انتهى الجهاد، استتب الأمر لدولة الإسلام، ما بقي هنالك من عدو في الجزيرة العربية إلا وخضع للرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا دابا انصرفوا للدنيا ديالنا. فنزل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب رضي الله عنه فالتهلكة ما قصدنا أن ننصرف إليه من أموالنا وأبنائنا وزروعنا، هذه هي التهلكة. من ترك الجهاد وذهب إلى ماله وانغمس فيه فتلك هي التهلكة. والقصة إنما شاهدنا عندنا ها هنا فيها الطليعة، هذا اللي مش أسبق راه ماشي الخطر، رجل أحب الشهادة فتعلق قلبه بالله فسارع إليه، هذا اسمع اش نسمع، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، انجذب قلبه إلى حب الله، صار من السابقين السباقين الذين هم قليل من الآخرين. المسابقة إحساس، كيجي الإنسان بأمرين، بإخلاص النية والقصد لله الواحد القهار، وبالمداومة على العمل الصالح، إخلاص القصد والمداومة، اليوم غدا اليوم غدا بإذن الله، وكلما أحسست بإلقاء شيطاني إبليس يبغي يروغك، كلما أحسست بذلك أخسأته بالاستعاذة بالله، ثم مضيت في طريقك قاصدا وجه الله لا تحيد عنه، حتى إذا كان من أمرك ما كان من الصدق والصلاح أنزل الله عليك محبة منه فكنت من السابقين. سابقوا، منزلة رفيعة جدا، منزلة يقتحم بها العبد ما يظنه الناس أهوالا ولا يجد فيه هو إلا الحلاوة. الناس يبدأوا يتعجبوا كيفاش هذا كيدير، كيف تجد شخصا يقبل على هلاكه وهو يرى، إنه لا يقبل على هلاكه بل يقبل على حياته، هو رأى الحياة فيما رأيت أنت فيه الهلاك، لقد رأى ما رأى وأنت إذ لم ترى، فهو معذور فيما رأى وأنت معذور فيما لم ترى. حينما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنبياء وهي من أجمل سور القرآن، يحسن بالمؤمن أن يرددها ويقرأها كثيرا، سورة الأنبياء سورة عجيبة جدا، ابتلاءات الأنبياء الصالحين من الرفعة بمكان ومن المشقة بمكان، وما وجدوا في ذلك إلا الحلاوة والجمال والنور، وجمع الله عز وجل قصصهم تقريبا أجمعين، ثم قال بعد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، جملة عجيبة من آياته، وصفتهم جميعا واحدا واحدا أنبياء الله عز وجل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون يسابقون، ومسارعة الأنبياء كمسابقة الصالحين، لأن الصالحين إنما قدوتهم الأنبياء، لا يجدون الحلاوة إلا في المسارعة وفي المسابقة، يسارعون في الخيرات، كلما رأى خيرا إلا وكان هناك،
في المقدمة. وما أغفل من يرى الخير بأم عينيه ويعرف أنه خير ويقول اليوم غدا بعد غد حتى تفوت الفرصة. لو كان من المسارعين لما كان متأخرا. وما ألطف حديثا سبقك بها عكاشة لما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة واحد المرة يدخل الجنة 70,000 بغير حساب أوصفهم، قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يكوون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال له عكاشة ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم يدخل الجنة بلا حساب، شيء عجيب جدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. وجاء واحد من بعد قال له يا رسول الله وأنا ادعو الله أن أكون منهم، قال له سبقك بها عكاشة، كان مسابقا. لأن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الصحابة أجمعين لما سمع الجنة بلا حساب تخطف له قلبه، فلم يستطع إلا أن يسأل رسول الله هذا السؤال ادعو الله أن أكون منهم، فدعا له وجعلها له سابقة غير متبوع. مشى وحده ما تبعوا حد من تلك الخصوصية اللي هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون منه. ولكن سيكون 70,000 لكن بالشروط التي ذكرت في الحديث. فإذن الفرصة إذا عرضت من الخير فسابق، ما تدري لعل ذلك الخير من ذلك النوع لن يتكرر في حياتك أبدا حتى تموت ولن ترى. فجت الفرصة بين يديك كن من الأولين إن لم تكن أولا، ولا تدري لعلك بعد قليل تموت. سابقوا سارعوا، يسارع الإنسان ويسابق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إبل الخير هو الأول، لأن المؤمن إذا رأى الخير رأى من ورائه رضوان الله عز وجل. ورتبة الرضا خير ما يناله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولا يغفر الله إلا إذا رضي، يعني إذا كان ربي نعوذ بالله من غضبه غضب على شيء واحد ما يغفر له، نسأل الله العافية. فإنما يغفر برضاه. سابقوا إلى مغفرة. المغفرة نتيجة عن الرضا. حينما تكون أول تكون مسابقا، تكون في السباق من السابقين، تنال الرضا، رضا الله عز وجل. وإذا رضي الله عن عبد فإن الله يتجاوز له عنه كل شيء، كل شيء. لنقول إنه لا يكون به عيب، يكون به عيب، كل بني آدم أخطأ، ولكن ربي ما يشوفلوش في العيب دياله. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. هذا في البشر ولله المثل الأعلى. وعين الله ليست كليلة، ولكن الله عز وجل يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يرى من العبد ضعفا وسقوطا وأخطاء وإثما، ولكن إذا رضي مسح كل ذلك برضاه. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو جئت بقراب الأرض خطايا، لجاءك الله بقرابها مغفرة. إذا كان قد رضي، إذا أرضى ربي عز وجل، إذا أرضى صافي مسحت كل ذنوبك بإذن الله، وكان الله عنك وكيلا يوم القيامة. وخيجي والناس يشدوا فيك يقول لك رضي لي، ربي يكون وكيل عليك، غادي يعطيه بالنيابة عليك، لأنه رضي، رضي عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين، عرف الله فخشع قلبه. لا يمكن أن يخشع العبد إن جهل بالله، لأن اللي ما عرف شيء ما يخاف، واللي عرف يخاف. اللي عرف الله حق المعرفة وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش فقالوا ما قالوا من مقالتهم الجاهلة في الاعتقاد في الله، ونسبوا لله ما لا ينبغي وما لا يجوز. تنزه عن ذلك وتعالى سبحانه. أما لو أنهم عرفوا لما تجرؤوا، ولما كانوا بين يدي الله إلا خاشعين، إلا خاشعين. أذكرها هنا
حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام في ألوان المسابقة إلى الخير والمسارعة إلى الصالحات، وذلك حينما وصف خالدا بن الوليد رضي الله عنه، وصفه بأنه سيف من سيوف الله. ما كان ليكون خالد كذلك لو لم يكن مسارعا ومسابقا. وشاهدها هنا حديث مؤتة، غزوة مؤتة أو معركة مؤتة بالأحرى، سرية من السرايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيها، أرسل جيشا من المسلمين وجعل لهم ترتيب في القيادة، فجعل الراية أولا لزيد بن حارثة، ثم إذا أصيب كانت وصيته عليه الصلاة والسلام وأمره بعده لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إذا قتل أو استشهد جعل الراية بعده لعبد الله بن رواحة، وانتهى أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء الثلاثة. يعني أرسلهم لمؤتة لهذه السرية لهذه المعركة يجاهدوا جيش ديال المسلمين، وأعطاه ثلاثة القيادات، يأخذ الراية فلان، الأول زيد بن حارثة هو الأول وهو صاحب رسول الله وما أدراك ما زيد، وقال لهم إلا تقتل زيد أو تجرح ما بقاش قادر على القيادة يأخذ الراية من بعد منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أصيب يأخذ الراية من بعد منه عبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي المعروف. وانتهى تخطيط ديال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد. فخرج الجيش، وحينما التقى الجيشان كان النبي عليه الصلاة والسلام آنئذ بالمدينة، وأخبره الله عز وجل بمصير الثلاثة، فقال لأصحابه ينعى أصحابه الثلاثة، يعني كي يجيب لهم خبر نعي استشهاد ثلاثة اللي مشوا، قال لهم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها بعده جعفر فأصيب، ثم أخذها بعده عبد الله فأصيب. قال الراوي وعيناه تذرفان، يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الكلام وهو يبكي بالدموع، لأن هذو خيرة الصحابة كانوا عزاز عليه بزاف، زيد معروف هو وابنه أسامة، ذلك حب وذلك حب، يعني أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عزاز عليه بزاف، وجعفر ابن عمه وصاحبه، وعبد الله بن رواحة الشاعر الذي ناصر النبي بسيفه وبشعره. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد، وفي رواية ما تذكرش الاسم سيف من سيوف الله، لأن الحديث في رواية متعددة سأذكرها بحول الله. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، والحديث في البخاري وفي كتب السنن. قال العلماء شراح الحديث، يعني جبدوا جوج ديال الأمور هنا، الأمر الأول هو جواز الائتمار عند المصلحة أو الضرورة، وهذا تعليق لطيف للإمام البيهقي في سننه. قال العلماء فيه دليل على جواز الائتمار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفع والجهاد، وإن لم يرد نص في ذلك أو أمر. يعني خالد بن الوليد ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم كون أمير على الجيش، هو شاف الهلاك ديال المسلمين فجعل نفسه أميرا على الجيش لإنقاذ المسلمين ولدفع الخطر. وكذلك القياس من باب أولى وأحرى حينما يتعلق الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجوز للإنسان أن يأتمر أو يؤمر نفسه أو يؤمر غيره أو يأتمر بأمر إذا تواطأ الأمر على الصلاح وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي يفقه الحديث هذا أصل من أصول جواز تنظيم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. ومثل هذا لو استقرأ في السنة كثير كثير جدا، هذه أصول الفقه الحقيقية التي يستنبط منها العلم كما صنع العلماء وهؤلاء أهل السنن قبله. ولابن حجر في شرح الحديث أيضا لطائف في هذا، إذ وقف رحمه الله على كيف أن خالدا بن الوليد أخذ الإمارة من غير إمرة، ما أمروش النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل نفسه أميرا على الجيش لأن المصلحة دعت إلى ذلك، ولو ترك الناس هملا لحل الفساد بالناس
والهلاك بالناس وخراب الدين والتدين بالبلاد والعباد. الثانية، ما الدافع إلى هذا؟ شو اللي دفع خالد بن الوليد لهذا الأمر؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة والإحساس بالغيرة على دين الله، محبة في الله، جذبت قلب خالد ليكون من السابقين، من المبادرين، من الأولين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. المؤمن الحق لا يمكن أبدا أن يقال فيه لما كان هنالك من الأولين، من السابقين، من الدعاة إلى الله، بل يسأل لما لم يكن هنالك. يعني الحالة الطبيعية هو أن المؤمن يكون داعيا إلى الخير، سباقا بالمعروف. الحالة اللي ماشي طبيعية أن المنكر يركض بين الأزقة كالوحش والمسلم قاعد متكي في الظل. هذه حالة غير طبيعية، حال الصحابة الكرام، قلوبهم التي أشبهت قلوب الأنبياء حينما وصفهم الله في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، خيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة في الجنة ورهبة من النار، نسأل الله العافية. وكانوا لنا خاشعين، والخشوع لا يحصل في القلب، لا يحصل الخشوع في القلب إلا بمعرفة الله. ما الخشوع؟ معنى زائد على الخوف. الخوف هو إحساس بالرهبة، كأن يخشى الإنسان أو أن يخاف من النار، هذا خوف. ولكن الخشية والخشوع كليهما بمعنى فيهم أن الإنسان يقع له من معرفة الله عز وجل ما يجعله يخاف من أمرين، جوج حاجات، ماشي غير خوف من النار، لا، خوف من النار والعذاب نعم، وخوف من أن يفقد الرضا والجمال الإلهي. عارف عند الله عز وجل واحد المنزلة كبيرة، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عارف أنوار وخيرات أعدت للمتقين، من ذلك أن يكرم الإنسان المؤمن برؤية الله في الجنة. الذي دخل النار والعياذ بالله خسر مرتين، خسر لكونه دخل النار وهو عذاب والعياذ بالله نعوذ بالله منه وما قرب إليه من قول آمن، وخسر مرة أخرى أنه حرم من جمال الجنة ومن جمال الله في الجنة، خسر جوج مرات. فالخاشع من أحس بهذين، هذا إنسان رأى جمال الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويحضرني هنا حديث الرؤية السعيدة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة في ليلة من الليالي المقمرة، كان واحد الليلة ديال 14-15 القمر مدور مزيان في السماء ومنور المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، وكان أحيانا يسمر، يعني يجلس مر العشاء شوية مع الصحابة للعلم والتذكرة أحيانا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، غادي تشوفوا الرب ديالكم. الصحابة تعجبوا، كيفاش يمكن يشوفوهما الرب ديالهم سبحانه وتعالى؟ فسألوا يستفسرون في ذلك. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتضامون في رؤية هذا البدر؟ قالوا لا. يعني واش يعني خافي عليكم شي حاجة من النور ديال هذا القمر المدور؟ دابا ما كاين لا غمامة لا سحابة لا ضبابة، السما صافي والقمر مدور، شوفوه بكماله وجماله على التمام. قالوا كنشوفوه تماما. قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر هذه الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولله المثل الأعلى. وللحديث طرق كلها صحيحة في هذا السياق، منها حديث سوق الجمعة، سوق الجنة، وسوق الجنة هو من أجمل الأسواق على الإطلاق. حينما يخرج أهل الجنة إلى مكان يوم الجمعة، الناس من المؤمنين اللي كانوا يحضروا الجمعة كيتسوقوا في الدنيا الجمعة في الجوامع، ما عندهم شيء سوق الجمعة، الجمعة سوقها في الجامع ماشي في البيع والشراء. هادو يوم القيامة ربي عز وجل كيدير لهم سوق، سوق في الجنة يمشيوا يتسوقوا فيه، فيه كثبان يعني هضاب، واحد جبيلات صغار
من المسك، تراب ديالهم مسك، حتى إذا حضروا تجلى لهم ربهم، الله عز وجل يظهر لهم بما شاء وكما شاء بجماله وجلاله، فكان لهم من رؤيتهم ربهم نور على وجوههم، النور كيولي مدفق على الوجوه ديالهم برؤية الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فتهب ريح الشمال، كتجي واحد الريح شمالية وتهز تراب ديال داك السوق، وتراب داك السوق هو المسك، وتعطيهم اللجن والثياب، فيزداد شكلهم جمالا على جمال، جمال النور الرباني الذي انعكس على وجوههم، وجمال المسك الذي حسي على وجوههم وثيابهم، فيزدادون جمالا. وريح الشمال بالمناسبة هي الفضم، استقي من ريح الشمال التي عند العرب، لأن الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيخاطب العرب بداك الشيء اللي يفهمو. الريح ديال الجزيرة العربية عندهم جوج، وحدة تجي من الجنوب كتجي حارة بحال النار، وحدة تجي من الشمال كتجي بالرطوبة والنداء والغربي والبرد. فكان الصحابة أو قل كان العرب يتشائمون من ريح الجنوب ويفرحون بريح الشمال، وهذا موجود في شعر العرب القديم، شعر امرئ القيس: لما نسجتها من جنوب وشمال، يعني الريح الجنوبية والريح الشمالية. فكانت الريح الشمالية تجي من الشام، والشام معروف مطل على البحر، كيجيب لهم الريح رطبة لطيفة، بينما الجنوب يجي من الثلث ولا الربوع الخالي ديال الجزيرة العربية من الصحراء الكبرى، يجيب لهم النار والشوم. فعبر لهم بريح الشمال على أنها ريح لا تضر، ريح لطيفة جميلة، وتجيب وتهز المسك وتعطيه للمؤمنين في الجنة. هذا كله إنما حصل للإنسان بكونه مسارعا. من عرف الله وعرف ما عنده لا يمكنه إلا أن يكون من الخاشعين. هذول الأنبياء وكانوا لنا خاشعين لأنهم عرفوا هذا الشيء. فالخوف ديالهم مركب، خوف من النار، وخوف أنهم يضيعوا وما يحصلوش على هذا الخير من هذه الرتبة العالية التي تحتاج إلى مسابقة. سجري إجري إلى بغي يوصل، سابقوا إجري، سبقني نسبقك، مسابقة. وفيه دلالة على حب المؤمن أن يتنافس على الخير، حيت شوف خوك المؤمن شاف الخير وجمع حوايجه ومشى يجري، وتكون فيك النفس سبقوا سابقوا، المسابقة أو المسارعة حال بحال، وكانوا يسارعون في الخير سابقوا. هذه صيغة ديال المفاعلة في العربية، وكيسميوها للنحو هذاك الألف اللي في الوسط، مسارعة أو سارع، مسابقة أو سابقوا، ألف المشاركة، يعني أنه ماشي غير واحد اللي كيديرها، كاين جماعة، داك الشيء اللي كديرو أنت راه كيديرو خوك، ففيه أنك تريد أن تسبق وأخوك يريد أن يسبق، يسبق ماذا؟ يسبقك أنت وأنت تسبقه، وهكذا حتى تكون جميعا من السابقين بإذن الله عز وجل. أعود إلى ما بدأت به لأفصله حسب المستطاع. قلت هذه الحال أو هذه المنزلة الإيمانية لا تكون ولا يكسبها العبد إلا إذا ذاق حلاوة الإيمان، لأن القلب لا يمكن أن يكون مسابقا إلا إذا كان منجذبا بهذا المعنى، مرتبطا به ارتباطا وثيقا، يجد في نفسه محبة وإخلاصا، ولا يستطيع إلا أن يكون كذلك. والإنجذاب إنما يقع حينما يفقد القلب إرادته، وهذا الذي أريد أن أبينه بحول الله. هذا المصطلح ديال المجذوب، شوهوه الناس، هو أصله كلمة عربية وتعبير عن حال إيماني لطيف، ولكن عصور الانحطاط والتخلف لدى تعلم سلمين، فين ما شافوا شي واحد مصخ ما يصلي ما يزكي ما يصوم ما يصلح ما يليق، سميه مجذوب. أو ينسب إلى الله مثل هذا؟ هذا منكر كبير. إنما المجذوب من انجذب قلبه بنور الله، هذا المجذوب الحقيقي، من انجذب قلبه بحب الله، من لا يستطيع إلا أن يكون مع الله انجذب قلبه، القلب ديالو تخدع. إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول ماشي اسم فاعل، مخلصين لله، ذاك الإخلاص حينما يبدأ كما بينت قبل، مخلصين له الدين، أنت تخلص، أنت كدير مجهود باش تكون مخلص لله،
وتصفي وتحيد إبليس من هذه، وتحيد الهوى من هذه، وتحيد الحظ من هذه، شنو عندك؟ أنت الآن حامل كما بينت، يعني هز التكاليف خدام. لكن إذا صفى أمرك وصار قلبك أبيض مثل الصفا، إش كيوقع؟ القلب بعد ذلك كما في الحديث لا يضره منكر بعد ذلك أبدا. علاش لا يضره منكر؟ لأنه لا يعرف إلا المعروف، فإذا جاء المنكر وجد غربة ووحشة في طرق باب هذا القلب وانصرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن عمر: ما سلكت دربا يا عمر إلا سلك الشيطان دربا غيره. ما عنده ما يدير به إبليس، ما عنده ما يدي منه، يخاف إبليس على رسول ما يتلقى مع عمر. القلب إذا صفى وصار المعروف هو الذي يسكنه، صار حينئذ مخلصا، ليس غير مخلص، مخلص اسم مفعول، يعني هناك من أخلصه، كاين شي واحد آخر صفاه. من الذي أخلصه؟ أخلصه الله، إنه من عبادنا المخلصين، الله أخلصه إليه، يعني قربه وجعله من خاصته وأوليائه. وكيقول الإبليس، كيقول له سير، هذا من ديولي، ما غاديش توصلوا. هذا معنى من عبادنا المخلصين، إن عبادي ديولي، اللي ماشي ديولك ليس لك عليهم سلطان. إذا صار العبد مخلصا لا يمكن إلا أن يكون محبا منجذبا إلى نور الله، إلى حب الله، إلى السعي، بل إلى المصارعة. ما يعرفش هو يمشي وحده وحده ويقول حتى الغداء، ما عندوش حتى الغداء في الخيرات. يسارعون في الخيرات، خير البر عاجله، هذا هو الشعار ديالو باش كيولي خدام. وهذا المعنى يكتسب بالعمل. صحيح هو الله عز وجل يهبه لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، كما قرأنا في قوله عز وجل: سابقوا. فالمسابقة لها نتيجة هي الحصول على مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن الله عز وجل رتب الخيرات على الأعمال، انت دير السبب ديالك والعمل ديالك وأحسن ودم عليه. ولا يتطلب هذا من العبد كثيرا، إنما يتطلب أمرين كما أشرت: إخلاص النية والقصد لله، والدوام على القليل. الدوام على القليل، صلي الخمس ولا تزد، ومشي سهلين صلوات الخمس، ولكن بأوقاتهن وجماعاتهن ومساجدهن وخضوعهن وخشوعهن العمر كله، ذلك هو الخير كله. وقد ثبت في أحاديث أكثر من أن تحصى أن من فعلها دخل الجنة بإذن الله. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا الحديث اغتسل فيه خمس مرات في اليوم، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. كذلك قال كذلك أو فكذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا حتى يروح الإنسان الملاه صافي. ولكن قلت حينما يجهد الإنسان بداية يجد بعد ذلك محبة في النهاية ويكون من السابقين. كيف يكون من السابقين؟ يؤذن الأذان فتستجيب، والسابق يسبق الأذان، يسبق الأذان: وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. وأحاديث كثيرة تدل على أن المؤمن إذا انشغل بالله واهتم بالله كفاه الله هموم الدنيا والآخرة. من جعل همه هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الهم الواحد أن تنال الرضا. حين ذاك أن تدوم على هذه الحال تكون من المخلصين، تجد الرغبة في المسابقة ولا تجد في ذلك مشقة ولا نصب، تجد الراحة. أرحنا بها يا بلال، تجد الراحة وتجد الطمأنينة. وجعلت قرة عيني في الصلاة طمأنينة، ألست تسمت قرة العين؟ جاء من قر يقر، يعني طمأن، استقر، ما بقاش كيتحرك ولا كيتزعزع. والتعبير هنا كناية عربية معروفة، واحد الاستعمال يعني تعبير مسكوك كما يقولوا،
يعبرون به عن اضطراب العاطفة، فسمي الولد قرة عين، قرة عين لي ولك لا تقتله، قرة العين هو الولد، الحال دي الإنسان قبل أن يولد له الولد، كيكون الإنسان تأخر تعطل ما ولد شيء رجل كان أو امرأة، فكيبقوا عينيه طايشين في الوليدات الصغار، حاله مضطرب، يشوف هذا الولد هنا ويشوف هذا البنيته هنا، يتمنى أن يكون له ولد، كما كان دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني نوع من الاضطراب النفسي أنه لا ولد له، النهار اللي تزاد له ذكر أو أنثى هذيك العين اللي كانت حيرة كتقلب تستقر كتطمئن تستقر على الولد، بدا عينه غير مع ولده ولا بنته، ها هو لعب هنا، ها هو وقف، ها هو طاح، ها هو كبر، ها هو ختنو، ها هو كذا، يعني عينه استقرت ما بقاتش تلفه، قرة عين استقرت. سيد النبي قال لك عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، ماشي في المال ولا في الأولاد ولا في الدنيا ولا في... لما قلبه تعلق بالله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما عنده ما يدير، قلبه هنا يطيش في الممشى، يجيب قلبه أو معلق هنا، حيث يكون قلبك معلقا فلا تستطيع أن تبتعد كثيرا، ولو ابتعدت لعدت، كيف لا تدري، ما تعرف راسك تتلقى راسك هنا. المسابقة شيء يقع بالنفس وحال تقع بالقلب لا تتكلف، ما كتكلفهاش، وإنما هي نتيجة عمل كسبي تحصل عنه بعد ذلك موهبة، يعني أنت كتخدم ماشي ناس، خدام في العبادة وفي الصلاح والتقوى، ترك المنكرات وفعل الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وما سارعوا في الخيرات إلا وقد تركوا المنكرات، شيء مفهوم من اللفظ والسياق والحال، تفعل هذا هذا كسب، رك خدم فتكون له نتيجة، هذه النتيجة قلبك كيعمر بالإيمان إلى درجة الفيض، يفيض القلب بالإيمان كما يفيض القلب بالنور على سائر البدن، فلا ترى إلا نورا ولا تسمع إلا نورا ولا تمشي إلا إلى نور ولا تبطش إلا بنور، يدك رجلك كل ذلك يتحرك في دائرة من النور، كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصر نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا واجعل من أمام نورا ومن وراء نورا أو من خلف نورا اللهم اجعل لي نورا اللهم أعطني نورا، يعني كيولي قمر لأنه هذا شمعنته ضاير بالنور كله، هذا هو حال القمر، له هالة من النور، الهالة هي ديك الدائرة الكبيرة ديال الشعاع ديال النور اللي دايره بالقمر، فالقمر مناش جاتو ديك الدائرة الكبيرة لأنه هو كيفيض بالنور، استنار القمر فأنار، القمر معروف فلكيا أنه الضوء ديالو يجيبه من الشمس، فهو استنار جاه النور، من اللي جاه النور فاض عليه شيط استنار فأنار، فكذلك حال المؤمن السباق إلى الصلاح والخيرات، يستنير بفعل الصالحات، دير الخير اليوم وغدا أنت تستنير، راك تجمع النور تجمع النور، حتى إذا امتلأت أنرت ولا تملك إلا أن تنير، لأن النور ينير من تلقاء نفسه وبلا كلفة، النور من اللي يكون شاعل هذاك المصباح لما شاعل انت شعلته ها هو استنار، هو جه الضوء استنار، ما كيقدرش يحبس الضوء ديالو ثم ما يعطيه بسيف عليه من غير خاطره ينير استنار فأنار، فكذلك قلب المؤمن، هذا نوعون من تشبيه والتقريب لبيان حال المسارعة والمسابقة، فالله عز وجل حينما طلب منك أن تسابق طلب منك أن تأتي بأسباب ذلك، يعني لأنه ما يمكنش تكون كتسابق إلى ما لقيتش محبة في المسابقة، فهذه المحبة في المسابقة منين تجي؟ بأسبابها، وهي الدوام على الخير، الدوام والصبر على ترك المنكرات، والدوام والصبر على فعل الخيرات ليوم غدا حتى يصطبغ قلبك بالإيمان ويفيض بالإحسان، ولا يستطيع حين ذلك إلا أن يكون في الأمام، كما قال البخاري مما بينا باب هل يخرج الطليعة وحده، لا يستطيع إلا أن يخرج وحده وإلا أن يذهب وحده، وكذلك المسابق وقليل من الآخرين، هم سابقون لأنهم قلة تعلقوا بحب الله
وهذه القلة فعلاً فعلاً تجد ذلك بمعرفة الله عز وجل، المعرفة الحقة حينما عرفوا من عبادته سبحانه وتعالى والتقرب إليه جماله وجلاله فتعلقوا به سبحانه وتعالى. والتقرب الذي يجعل القلب محبا إنما يكون أول ما يكون بالفرائض، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعطيه ربي لطلب ويحميه ربي لتحقر. ولذلك قال في بداية الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا معنى جديد، ولي. الولي هو المسابق، هو المسارع. أنت مسارع، إذن أنت ولي من أولياء الله، من خاصته، إنه من عبادنا المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هادو ديول الله عز وجل. من عادى لي وليا، الولاية فعل ينتج عنه حب، فعل ضوابطه ما ذكر في الحديث. فريضة أولا، وما يتقلب لكش الميزان، كالذي يشتغل بالنوافل على حساب الفرائض، هذا عمله مقلوب ولا يصل به إلى نتيجة. الاشتغال أولا بالفريضة، فإذا كانت النافلة تعكر على الفريضة فلا يجوز للعبد أن يدخل في النافلة. كان لي صوم النافلة، ولكن النهار اللي يكون صايم ما يقدر يصلي صلاة وقتها مثلا، أو ما يقدر يصلي مرتاح مطمئن، فهذا لا يصلح له أن يصوم تلك النافلة إذ عكرت النافلة على الفريضة. واحد المرة الإمام مالك رحمه الله كان يعطي الدرس دياله في المدينة كعادته في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهو يقري الطلبة دياله، شوية واحد طالب ناض مشار واحد السرية وجلس كيصلي من وراها النافلة تاكمل عود جلس في الدرس. فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ يعني داك الشيء اللي مشيت ديرو ماشي احسن من هذا الشيء اللي كنت فيه، هذا الشيء اللي كنت فيه احسن من داك الشيء اللي مشيت له. اما هذا فعلم، وطلب العلم في حقك، هذاك طالب علم تعين للفريضه في حقه، وهو واجب كلي، او كما كيسميو الفقهاء واجب كفائي. انت ايها الطالب لعلم تنوب عن الامه في هذه الفريضه. وهذيك نافلة، من اللي مشيت للنافلة دوزت فيها 5 دقائق ولا 10 دقائق بالمثل أو أقل من ذلك أو أكثر، فاتك علم مما كان يجب أن تحمله إلى الناس. أنت في النافلة نفعت راسك، وفي ترك العلم ضيعت راسك وضيعت الأمة معك. وهذا الذي يحصل في انقلاب الموازين لدى كثير من الناس في تعارض الفريضة والنافلة في مراتب العبادة في نفسها، وفي تعارض الصالحات عموما. المؤمن إذا شاف رسوم يقد الله على الفرائض، أو هو الفرائض دياله معوجة، ما تزيدش النوافل، حك هذه الفرائض حتى تقد لك أولا. كحديث الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله أرسلك بكذا وكذا، وذكر أركان الإسلام 5. قال له: واش الله عز وجل يا رسول الله أرسلك باش نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال له: نعم، هذا الشيء اللي كاين، هذه أركان الإسلام، هذا الشيء باش يصلي الله عز وجل الناس. قال له: والله لا أفعلن هذا ولا أزيد، هذا الشيء غندير وما نزيد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق مهم جدا، قال له: أفلح إن صدق، إن صدق. أفلح أي فاز ونجح وبلغ المنزل، والمنزل هو الجنة، أفلح من المفلحين، ولكن بشرط، إن أداة شرط، إن صدق. ما صدقه؟ إن صدق في فعله، يعني قبض هذه الفرائض دياله ويصدق الله فيها، يسير إلى الله من خلالها. الله أكبر. فالصدق إذن كما تبين من الحديث أساس في السير إلى الله عز وجل. ولذلك قلت: تصحيح النية من قبل شرطان، ثم المداومة على الفعل وإن كان قليلا، فبهذا وذاك يستطيع الإنسان أن يكون من السابقين، حتى لا يتوهمن أحد أن ذلك يقوم على تكليف نفسه ما لا يطيق. بل أدخل فيما تطيق من الأعمال، وأول الأعمال فرائضها، أثبت عليها وسر إلى الله من خلالها، وسابق فيها وسارع إليها.
تكن من السابقين إن شاء الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، واجعلنا من الخاشعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.